هنا تدمير احد المنازل في مدينة اريحة، قبل كتائب عصابات الاسدية. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تدمير المنازل والابنية في مدينة اريحة. الله اكبر الله اكبر. هنا دبابة لكتائب الإصابات الأسدية قام بتفجيرها أبطال الجيش الحر في مدينة أريحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تدمير دبابتين من قبل أبطال الجيش الحر. الله أكبر. تكبير الله أكبر.